رسمت الإدارة الأمريكية استراتيجيتها في شأن التعامل مع تهديدات إيران وأدواتها في لبنان والعراق واليمن، وأكدت في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن التعاطي مع طهران يتم في إطار هدفين: الهدف الأول قطع التمويل عن النظام الإيراني لوقف نفوذه الخطير، الهدف الثاني حمل النظام الإيراني على قبول التفاوض مع واشنطن. قاربنا تهديدات إيران باستراتيجية ترتكز على قطع الأموال عن النظام الإيراني، وخصوصا تلك التي تخدم نشاطها التخريبي، ودفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات معنا من أجل التوصل لصفقة شاملة. ووصفت الإدارة الأمريكية سياستها القاضية بمضاعفة الضغوطات الاقتصادية على طهران بالناجحة، معتبرة أن تنظيمات إرهابية مثل حماس وحزب الله تعيش الآن تقشفاً مالياً غير مسبوق. القضاء على نفوذ إيران الخبيث هو من أولويات إدارة ترامب، ونجاح ذلك من شأنه الدفاع عن الأقليات والمحافظة على سيادة العراق وضمان استقرار دول الخليج وحمايتها من تهديدات طهران وعنفها. وترافق الكلام عن السياسة الأمريكية تجاه إيران بتحذير أطلقه رئيس اللجنة السناتور جيم ريش من أن الولايات المتحدة قد ترد بإجراء شبيه بتصفية القيادي الإيراني قاسم سليماني إذا تعرض أمريكيون للخطر. لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ هنا جددت مطالبتها دولا أوروبية وأجنبية باتخاذ إجراءات صارمة ضد تنظيم حزب الله وحظر عمل خطوط مهان الجوية الإيرانية المتورطة ووفقا للجنة بنشاطات إرهابية. جو تابت، سكاي نيوز عربية، واشنطن.